هون إسا في لحم ومي عم نغلي هون ومنشيل ظفرته بهودي 3 خلقين 34 خروف 800 كيلو في عظام منشيل العظام منحطهم بكرتو كل 14 14 بنعمل هريسه ومفرق قرعه من 200 250 سنه ايوه وبعدنا بنعمل نار قويه بس لما تحطي القمح ممنوع تكون نار قويه لازم تخفف النار بس هاي كلها كوليسترول المعيدين بإيمان للقرآن غسلوا ايده غسلوا ايده هيدا بيعرف شريكة شريكة أنت بالفداء شفيعة لنا يا أمنا نغسل القمحات تاي الرمل يصفي بالكعب لكم بتاع دي لا يسلم عمري كان عمري 14 سنة بي علمني هاي وبعدني هلا صار عمري 63 سنة وكل سنة بعمل هريسة هلا حطينا القمح لازم على طول حرك على طول حرك احلى ما يلزق القمح ونار خفيفة لمن يستوي مزبوط بعد 3 ساعات 4 ساعات تبقش الحبة تصير تعمل المخبطون تصير مخط علامة انه استوى القمح حب الناس اللي ما بتحبه وخليها مهمي هاي حب الناس اللي ما بتحبه وخليها تحبه لله حب الناس اللي ما بتحبه وخليها تحبه لله أنا شخصياً ما بأكل كتير منها لأنها كلها دسمة بس بأكل البركة بأخذ بركة بتأكل